بالنسبه لي هنايا وبالنسبه لكاع الكسابه اللي مشاركين معنا في هذا المعرض هذا النسخه ديالو ال 15 استيراد العجول البرازيليه بالنسبه لنا ماشي حل يعني اللي غادي نقسم الاسعار يعني في لاسمي تستوردوا دوك العجول البرازيليه ممكن الدوله انها تدعم العلف تنقص من الضريبه ديال العلف باش يرخص العلف بذلك غادي يولي الانتاج اكثر يعني مثلا الكساب دابا اللي كان كيعلف 10 د العجول 20 عجل ولا تيعلف 4 5 ما عندوش راس المال باش غادي يعلف داكشي كامل العلف غلا ولا تزاد الضريبه يعني ما كايناش واحد الاعانه كافيه من الدوله. وبالنسبه للموضوع نتاع داك العجول البرازيليه هي سلاله لحميه يعني داك اللحم ديالها على حساب العلف ماشي على حساب السلاله يعني فاش جاو هما داك اللحم الاحمر كيعطيه العلف وبالنسبه لذاك اللحم الصفر اللي كيعياف ولا هادي كيكون ديال المراه فاش جاو دوك العجول اللي كانوا هربوا هادوك مازال ما دازوهم التريتمون ديال 40 يوم اللي كتعطي الدوله عاد كيشوفوهم اللجنه عاد كيخرجوا يتذبحوا.